هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلاب الصف الاول المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. Open your activity book on page 21. صفحه 21، listen 7، صفحه listen 7 exercise A. Read page 17. اقرا الصفحه 17 of your students book، لكتاب الطالب. And answer these questions. واجب عن هذه الاسئله. Write short answers. أجب اكتب إجابات أو إجابات قصيرة، يعني أن إجابات قصيرة فقط نملأ بها الفراغ. هنا طبعا هذا التمرين الأسئلة مالته تحفظ. قبل لا نحل التمرين نجاوب اللي السؤال اللي ورد في الدرس السابق. Which holidays are at the same time every year in Iraq؟ أي العطل في نفس الوقت تأتي في العراق؟ Iraqi Armed Forces Day، عيد تأسيس الجيش العراقي. هذا السؤال أيضا تابع لأسئلة القطعة المطلوبة حفظها. نرجع لأسئلتنا. Number 1، What season is it؟ أي فصل كان؟ Winter، الشتاء. Who is Simon playing with؟ مع من كان يلعب سايمون؟ Nobody، لا أحد. Who speaks first؟ من تكلم أولا؟ ياسر. Who is on holiday؟ من كان في عطلة؟ سايمون. What are the three parts؟ ما هي الأجزاء الثلاثة of the school year؟ للسنة الدراسية in England called، في إنجلترا. الأجزاء الدراسية الثلاثة نسميها terms، الفصول الدراسية. 6. How many half team؟ كم half team holiday؟ كم عطلة نص السنة؟ كم عطلة does Simon have in the in a year؟ كم عطلة دراسية يحصل عليها سايمون في السنة الدراسية في إنجلترا طبعا؟ 3، ثلاث عطل. How many weeks holiday؟ كم عدد الأسابيع في العطلة does Simon have every year؟ التي يحصل عليها سايمون في كل سنة دراسية. عدد أسابيع عطلة 13 أسبوع دراسة عطلة. وطبعا هاي الأسئلة مترجمة والإجابات مالتها، هاي الإجابات باللون الأحمر تكتب بالفراغات اللي ذكرناها كتاب الـ Activity Book. الجواب الأول Winter، الشتاء. الجواب الثاني Nobody، لا أحد. الجواب الثالث ياسر. الجواب الرابع سايمون. والخمسة teams 6-3. عن جواب رقم 6-3 7-13. Exercise B، look at the page 17. انظر إلى صفحة 17 again، مرة أخرى. What kind of words؟ أي نوع من الكلمات begin with capital letters؟ أي نوع من الكلمات تبدأ بالcapital letters، يعني تبدأ بالحرف الكبير؟ Where do you need to add commas؟ متى تحتاج أن تضيف كوما؟ Now write this paragraph correctly. اكتب هنا، يريد معنا نعيد هذا الفقرة بصورة صحيحة. طبعا هاي الفقرة اللي مطناها يريدنا نعيد كتابتها بدني بالأسطر دني اللي جواها، مع مراعاة كتابة الكابيتال لترز والفوارز. بيكون حل التمرين بالشكل التالي. طبعا هنا بدايه الجمله، بدايه اي جمله تكون بالكابيتال لترز، فهنا الحروف اي حرف باللون الاحمر هو اللي جرينا عليه التغيير وسويناه بالكابيتال لترز. هنا ليش خلينا بالكابيتال لترز؟ لان بدايه الجمله دائما بالكابيتال لترز. هنا parents، اس التملك، ياتي بعدها فارزه عليا. My parents، والدي. My sister، واختي. هنا اكو فارزه بين عبارتين. My sister، اختي. And آمال، طبعا آمال لأن يعني اسم شخص بنية فتكتب بالكابيتال لترس بدايته. آمال and I، وأنا. الآي أيضا تكتب بالكابيتال لترس أينما كانت. أنا لأن ضمير أنا. Sometime، بعض الأحيان go to London، نذهب إلى لندن. شوف هنا لندن أيضا كتبت بالحرف الكبير، وذلك لأنها اسم دولة أو مدينة. In winter، في الشتاء. وهنا شتاء يكتب بالحرف الصغير، لأن يعني فصول السنة تكتب بالحرف الصغير. وي ايضا هنا بدايه جمله، بعد النقطه تبدا بجمله جديده، فايضا تكتب بالكابيتال. وي ليف ايراك، نحن غادرنا العراق. شوف هنا ايراك ايضا كتبت بالكابيتال لتر لان اسم دوله. ان ديسمبر، في شهر ديسمبر. ديسمبر ايضا شهر من اشهر السنه فيكتب بالكابيتال لترز بدايته. اند ستي، ونقيم ان انجلاند، نقيم في انجلترا. انجلاند ايضا اسم دوله فتكتب بدايتها بالكابيتال لترز. For 5 weeks، لخمسة أسابيع. We أيضا هنا بداية جملة. We always، نحن دائما. Come back، نرجع. For the Iraq، نرجع إلى العراق. أيضا هنا العراق كتبت بالكابيتال لتر لنفس السبب على Iraqi Armed Forces Day. أيضا هاي مناسبة
مناسبة السنة، فنكتب بالمناسبات المعروفة المهمة، نكتب بداية كل كلمة بتخص المناسبة بالحرف الكبير Armed Forces Day. That is in January. شهر جانوري أيضا شهر من أشهر السنة، فيكتب بالكابيتال. This year أيضا بداية جملة. This year it was on Wednesday. في هنا الونزداي هذه السنة كان في يوم الونزداي الأربعاء. الأربعاء تكتب بالكابيتال لترسي الأيام، يوم من أيام الأسبوع. So we had a long weekend. كان لدينا عطلة أسبوع طويلة. Wednesday عطلة أسبوعية طويلة. Wednesday هنا أيضا أيام، يوم من أيام الأسبوع. Thursday يوم من أيام الأسبوع. الخميس. And Friday أيضا Friday يوم الجمعة، يوم من أيام الأسبوع. فتكتبت كلها بالكابيتال لترس. Exercise C. Read and complete this paragraph. اقرأ واكمل هذا الباراجراف. فقرة about the school year in Iraq. حول السنة الدراسية في العراق. يريد معنا نملي الفراغات حول السنة الدراسية في العراق طبعا من خلال المعطيات الموجودة في القطعة اللي درسناها، القطعة الاستيعابية. The school year in Iraq. السنة الدراسية في العراق begins. تبدأ في سبتمبر، في شهر سبتمبر يعني شهر تاسع. It is two parts. إنها من جزئين. Called يسمى جزئين. Semester يعني الكورسات. Between the two هنا رقم two. نقول بين الاثنين. We have two أيضا. هنا two. We have 2 weeks. لدينا أسبوعين holiday عطلة. This holiday هذه العطلة is usually عادة in يمتى تأتي هذه العطلة؟ عادة تأتي في شهر جانوري، في شهر الواحد. We also have other free days، أيام أخرى عطلة. Some are on the same day، بعض منها في نفس اليوم every year، في كل سنة. مثلا Iraqi Armed Forces Day، عيد تأسيس الجيش العراقي for example. مثلا other are، باقيات are in different times، في أوقات مختلفة. مثلا عيد الفطر، مثلا عيد الفطر يأتي في أوقات مختلفة. For example، مثلا the longest holiday، أطول عطلة is in the، هي في in the summer، في هنا شهر فصل الصيف summer. It is about، هي حوالي 12 weeks long، هي حوالي 12 أسبوعا طولها. هنا تكون الإجابات على الفراغات حسب الأسبقية. سبتمبر semester 2، هنا تو مكررة مرتين في الفراغين. January Iraqi Armed Forces Day وإيد الفطر وسمر و12. هاي الإجابات عندنا حسب التسلسل للفراغات. Exercise D. Write the words. اكتب الكلمات in the box التي في الصندوق هنا under the correct headings، تحت كل العناوين. طبعا العناوين اللي عندنا holidays عطل، months أشهر، وweather words كلمات الطقس، وعندنا أيضا حقول جوة seasons فصول السنة، how often عدد المرات. ذن الكلمات بها عطل، بها أشهر، بها كلمات طقس والجو، وبها فصول السنة، وبها عدد المرات. فكلها نوزعها حسب الحقول الموجودة عندنا. وها طبعا تمرين يحفظ مهم، فيكون الحل حليناها بصورة أفقية. يقدر الطالب ينقل هاي الحل بصورة أفقية، بصورة عمودية بالفراغات اللي ذكرناها في كتاب الاكتيفيتي بوك. الهوليديز العطل عندنا كريسمس، عطلة العيد رأس السنة الميلادية، وعندنا عيد الفطر. هاي كلها تكتب بحق العطل. هاف تيم النصف الفصل الدراسي. ويكند نهاية الأسبوع. Iraqi Armed Forces Day. عندنا نعيد، عندنا الهوليديز العطل كريسمس، وعندنا عيد الفطر، وعندنا هاف تيم نص السنة، وويكند نهاية الأسبوع. Armed Forces Day عيد تأسيس الجيش العراقي. عندنا عطل الأشهر هي February وجنوري ومارش وجولاي وأكتوبر. عندنا weather words كلمات الطقس هي cloudy الغائم، rain ممطر، وsnow مثلج، وsunny مشمس، وwindy عاصف. عندنا seasons فصول السنة، عندنا autumn الشتاء، summer الصيف، spring الربيع، ووinter الشتاء. عندنا how often عدد المرات، مثل always دائما، وoften غالبا، ونever أبدا، ويوجولي عادة. هذا حنا لهذا التمرين، وهذا التمرين قلنا مهم يحفظ، وهذا كل ما موجود درسنا يا أعزائي الطلبة. Meet you next time.